حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. في كل بلدان العالم توجد قوانين يجب على الحكومات في تلك البلدان أن تحمي هذه القوانين. هنالك من يشرع وهنالك من يحمي، والشعوب تنفذ هذه القوانين من أجل حفظ الأمن في تلك البلدان. إلا في العراق، عراقنا اليوم بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لهذا البلد، وبعد أن وعدت بجلب الديمقراطية إلى هذا البلد، وبعد أن توعد ساسة العراق بأن يكون العراق أموذجاً لدول العالم، فعلاً العراق أصبح أموذجاً في مخالفة القوانين. العراق اليوم توجد فيه قوانين، يوجد فيه قضاء، يوجد فيه دستور، لكن لا شيء من هذه القوانين يفعل على أرض الواقع، وأيضاً لا يوجد من يحمي هذه القوانين ولا من ينفذ تلك القوانين، وتنفذ في بعض الأحيان على شريحة بسيطة جدا من أبناء عامة الشعب العراقي. هنالك حالة غريبة في العراق اليوم، وهي عسكرة المجتمع. عشائر تشكل ألوية، استخدام لأجهزة الجيش وخصوصا القوات الأمنية لمعدات عسكرية من دون رادع ومن دون أمر عسكري وبدون أمر من القيادات العامة. كل هذه الأمور سنتكلم عنها في حلقة اليوم، فلنتابع. لكل ما تقدم، ولأن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية وبسبب تغييب القانون المتعمد وعدم إنفاذه من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بأحزاب السلطة، ولإغال الأحزاب الحاكمة في جرائمها وفسادها، ولتفشي الجريمة المنظمة وعلى رأسها تجارة المخدرات والتهريب ونزيف العملة والتدمير الممنهج للصناعة والزراعة والسياحة وطرد الاستثمارات، ولكوننا أصبحنا مهددين لا في أرزاقنا ومصالحنا فحسب، بل في حياتنا ووجودنا ومستقبل أجيالنا أيضا. واستجابة لواجبنا الوطني الذي نهض به الآباء منذ ثورة 20 الخالدة وجدده أبناء المثنى في ثورة 20 المباركة، نعلن نحن أحرار العراق من أبناء المثنى ومن معقل ثورة 20 ومن مضيف القائد غثيث حرشان الظالمي عن تشكيل لواء شعبي من أبناء المحافظة يأخذ على عاتقه وبالتعاون مع السلطة القضائية والأمنية وأبناء عشائر ومدن محافظتنا مهمة الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية أرواح الأحرار من الناشطين الوطنيين ومواجهة جرائم المخدرات والرشوة والابتزاز والتعدي على المال العام وحل النزاعات العشائرية، كما يدعم توجه بناء الدولة المدنية ومنع عسكرة المجتمع. وسنعمل مع أخوتنا في المحافظات الأخرى لتعميم هذه التجربة الرائدة انطلاقاً من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، فبغياب وتغييب مؤسسات ممارسة السلطة الدستورية فإن للشعب حق ممارسة سلطاته بشكل مباشر. هذا البيان اللي سمعته البارحة طلعنا به، واليوم هم نحب نكرره، لأنه اللي بيصير اليوم بالعراق هو تجاوز على كافة السلطات والقوانين. يعني لما طلع يتكلم يقول راح نشكل لواء عسكري تابع إلى أبناء عشيرة العشيرة في المحافظة، وأن يكون لواء عشائري في المحافظة مهمته الحفاظ على السلم المجتمعي، حماية أرواح الناشطين، حل النزاعات العشائرية، مكافحة المخدرات. أريد أسأل سؤال، من واجب الشعب أن يكافح المخدرات لو المفروض أكو قوات أمنية هي اللي تكافح هذا الشيء؟ نقطة رقم اثنين، من واجب الشعب أن، كلنا نعرف أنه شيوخ العشائر يتدخلون في النزاعات أو اللي يحصل داخل العشيرة، لكن أنه يحل النزاعات العشائرية باستخدام سلاح، هاي جديدة شغلة لخ، حماية أرواح الناشطين. يعني هل هذا راح يدل أنه مثلا باكر عقبة إذا أي جهة تريد تستهدف مثلا ناشط من الناشطين راح نشوف مناوشات بين هذا اللواء وذاك اللواء، وإذا اصطدم هذا اللواء العشائري بالقوات الحكومية لمن الكفة راح ترجع، الهذولة لو الهذولة؟ نقطة مهمة ثانية هي مهمة الحفاظ على السلم المجتمعي. مهمة الحفاظ على السلم المجتمعي ما منوطة بالشعوب. الشعوب مصدر السلطات، يمكن الأخ فهمها غلط، لأنه الشعب مصدر السلطات مو معناها أنه يتجاوز على السلطات ويتخذ قراراته بنفسه. الشعب مصدر السلطات لما يخلي الشخص المناسب في المكان المناسب،
لما ننتخب الشخص المناسب للمكان المناسب، حتى ما تصير تجاوزات في بعض النقاط، حتى لا يصير فساد بالدولة، حتى لا تصير سرقة في المال العام، حتى يحافظون على الدولة. أما أن يكون الشعب هو مصدر للسلطات تنفهم أنه الشعب هو اللي شكل ألوية، هو اللي حافظ على الأمن، هو اللي كافح المخدرات، هو اللي حافظ على حياة الناشطين، هو اللي يعني حل النزاعات العشائرية من باب يعني من عسكرة المجتمع، فشنو فائدة الحكومة؟ شنو فائدة الحكومة ووزارة الداخلية وقوات الأمن والشرطة والاتحادية والجيش؟ دول شنو فائدة تشكيلهم إذا احنا نفكر أنه ما لنا علاقة بهم؟ وباكر عقبة فلنفرض جهة ما من أي جهة قضائية مثلا أصدرت أمر إلقاء القبض على ناشط، دول شلون راح يتعاملون ويا دول؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، نشرت فيديوهات البارحة طيران الجيش الحكومي، نشر فيديو يقول الطيران انه خلال يعني خليت الاعلام الامني نشرت بيان قالت هي قتلت بضربة جوية ارهابيين ببادية الحضر جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى، والحقيقة طلعت اليوم بعد تقصي الحقائق انها قتلت مواطنين عزل من رعاة الابل من عشيرة شمر، وذول المواطنين هم اثنين فارس علي سحيم الشمري وعويد فنيخر الخليفي الشمري، ونزلوا الأهالي بيان للحادثة اللي صارت. خلونا نتابع بعض الفيديوهات اللي نشرت من خلية الإعلام الأمني واللي قالوا إن هم قتلوا إرهابيين في بادية الحضر. عدل هذا طبعا عليك يا ما عندي طهم مجال طهم بس مين فارس؟ ها؟ مين؟ واقي؟ حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديوهات اللي شفتوها البارحة خلية الإعلام الأمني طلعت وقالت إنه إحنا قتلنا إرهابيين اثنين من تنظيم الدولة المسمى داعش. اليوم نشروا بيان يقول نتمنى من كل شخص نشر قصف طيران الجيش جنوب قضاء الحضر في جزيرة نينوى مساء أمس أن يحذف المنشور، لأنه اتضح أن المستهدفين هم رعاة إبل وتم استهدافهم بالخطأ كونهم متواجدين بمنطقة محظورة بالقرب من مطار جنوب قضاء الحضر. وملتفت النائب أو المسؤول لحل مشكلة رعاة الأغنام اللي موجودة اليوم بالعراق، قسم مشغولين بأعياد واحتفالات أقليات حتى يبنون للعالم أن هم دعاء للسلام، لكن انه يطلعون اثنين ينقصفون بطياره، والفيديوهات تنشر ان ذولا ارهابيين اثنين يحاولون يسعفون واحد من عندهم ما يقدرون يموتون اثنيناتهم، يطلع البيان الرسمي يقول انه ذولا تابعين الى تنظيم الدوله. يعني هاي الامور اللي تصير بيها كلها اليوم اذا نريد نتكلم عليها، اكو صوره واحده بس نشرت حول هذا الموضوع، صوره لشخص علق على هذا الموضوع في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي قاله
هو الآتي. أتمنى الصورة تطلع على الجو حتى الناس يشوفون اللي كتبه الأخ حول هاي القضية. اللي قاله بالصورة أنه ما يحصل اليوم بالعراق هو توضيح أو استنكار لما قامت به مواقع التواصل الاجتماعي حول القصف اللي جرى بادية الحضر بنينوى، أنهم من رعاة الإبل من قبيلة شمر، ما ينتمون إلى أي جهة إرهابية، هم بدوا رحل بسطاء، طيران الجيش يقصف رعاة إبل من شمر بالحضر. أسماء المقتولين هم فارس علي الشمري وعويد فنيخر الخليفي الزوبعي الشمري. ومذيلة هاي الورقة إلى ما مكتوب المكتب الإعلامي للنائب فلاني ونائب الشمري ونيران عبد الله الجبوري والمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في العراق. يعني ما يحصل اليوم بالعراق إذا تشوفون هذا التوضيح وما مكتوب يدين لكم أن العراق ما بي دولة، أنه العراق اليوم مجزرة تصير في جبلة، تجون تكتشفون المجزرة، اللي قام بالمجزرة واحد من أقرباء المدعو وهو يشتغل بالقوات الأمنية وبالجيش ويقوم بمجزرة كاملة، اثنين ينقتلون ببادية هم رعاة إبل لأنهم موجودين بمنطقة قريبة من مطار، يقتلون ويبين البيان أنهم تابعين إلى تنظيم، بالتالي يطلعون هم ما لهم علاقة. اللي دنشوفه اليوم بالعراق هو أكو استخفاف بالقانون، هذا المفروض يحاسب على القانون، هذا استهداف خطأ، وذولا اللي راحوا لازم أهل يعني ذويهم يعوضون، ولازم الدولة تعتذر عن اللي صار، ولازم طيران الجيش يقدم بيان رسمي بهذا الشيء ويعتذر عن الخطأ اللي صار، ولازم يكتشفون الخطأ وين حتى ما يتكرر هذا الخطأ اللي صار. ليش اليوم بالعراق عندنا أخطاء هواية، أخطاء دا يروحون ضحيتها أبرياء مدنيين مواطنين، وما دا تنحل هاي الأخطاء. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ فؤاد، حيا الله قناه الرافدين ومشاهدي الاعزاء. حياك الله يا غالي. حياك الله استاذ فؤاد. استاذ فؤاد، بالنسبه لموضوع ما طرحتوا لي حضرتكم هذا اليوم، انه تشكيل او حكومه او مسؤول الحكومه اللي يكون على شعبها، على امانها وعلى سلامه المواطنين اللي يعيشون امام هذه الحكومه، اذا كان في العراق او في جميع الدول العالم، رئيس الوزراء الاستاذ يمثل يعني السلطه العليا في الشعب، او كان اذا رئيس وزراء عندنا او رئيس جمهوريه يعني كافه بلدان العالم، يعني نعرف انه رئيس وزراء او رئيس الجمهوريه دائما يكون مستقل بعيد عن الاحزاب وبعيد عن كل الميليشيات وبعيد عن كل الوزارات اللي موجوده اللي يحكم بها البلد اذا كان بالعراق او في كل بلدان العالم. شلون استاذ افل من يكون هذا الرئيس الوزراء مسؤول امام الله وامام شعبه وامام العالم اللي تتخذه انه هيبه هاي الدوله لها مكانه ولها حكومه صحيح، فالبلدان العالم اللي يعني يروحون فلان دوله او فلان مكان او فلان قطر عربي او اي كان من الاطراف يعطون سمعه رئيسه وسمعه المسؤول عنها وسمعه الدوله اللي قاعد تحكمها، والقوة اللي قاعد تحكمها القوة العسكرية القوة الأمنية كلها معتمدة على رئيس إنه يحكمها من في هذه العاصمة. فمن يكون لها حكم يعني صادق وحكم يعني محصول، حكم ما يرضى الله ويرضى رسوله، إنه يحكم بالعدل أمام العالم وأمام الناس، يكون الشعب عاويهم والشعب أيضا عاوي هذا الرئيس، لأن يعني هذا رئيس مخلص بعمله مخلص بالكفاءة. أبو عمر المشكلة اليوم اللي دنعانيها بالعراق، فرضا لو كانت الأمور صحيحة، هي بالعالم كله في كل دول العالم أكو سلطات ثلاثة وانضافت لها سلطة رابعة غير رسمية لكنها فعالة. السلطات اللي هي السلطة التشريعية اللي موجودة بالعراق اللي يمثلها المفروض مجلس النواب، وعندك سلطة تنفيذية اللي يمثلها مجلس الوزراء، وعندك سلطة قضائية لمحاسبة الاثنين، لمحاسبة السلطة التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية في حال مخالفة القانون، وهي مجلس القضاء الأعلى أو مجلس القضاء في تلك الدولة. إضافة إلى ذلك انضافت من شعوب العالم والدول سلطة رابعة هي مو رسمية لكن تسمى السلطة الرابعة، هي الصحافة والإعلام، لأنه هاي الجهة مسموح لها تدخل إلى أي مكان تتكلم بأي قضية، تدخل إلى أي جهة رسمية حتى تبين للناس وتحول الفساد أو المشاكل إلى قضية رأي عام. المشكلة اليوم بالعراق أربع سلطات ما محترمة، أربع سلطات عندنا، السلطة التنفيذية تسرق وتطمطم واحدة للأخ، السلطة التشريعية دا تشوف الفساد قدام عينها وساكتة، السلطة القضائية مسيسة، والسلطة الرابعة ما إلها أمر اليوم بالعراق لأنه ما من حقها تحكي. نعم،
اكيد استاذ أفل احنا لان اللي موجود او سلطه الحكم القضاء سلطه تنفيذيه سلطه تشريعيه كل هاي السلطات استاذ انه هي بس بالاسم وبالشكل لكن احنا عندنا اكثر من سلطات يعني سلطه الاحزاب قوات سياسيه قوات منظمه قوات ما يدعون فيها لانه دافعوا كرامه هذا البلد الكرامه الثانيه من تجي من ضمن هذه الاحزاب الكرامه تمثل على شكلين كرامه البلد باجمعه وكل الشعب متراضي عنهم وكرامه انه المواطن العراقي امه شلون معيشينه بكرامه ومعيشينه برفاهيه لكن للاسف استاذ افل ما معيش كلها خاطئه خلطه والطائفيه بين بغداد والمحافظات يعني مثل ما نقول بين السنه والشيعه او المسيحيين كل هاي الامور خلطه السلطات الاحزاب اللي حكمت هذا البلد فطبقت بين هاي الشعب العراقي يعني فما ممكن لها دور يعني كسلطه تحكم سلطه بضمن حق وضمن قانون القانون عندنا مغيب من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه والقوات الامنيه ما يقدرون يتدخلون في حال اي ظهور يصير من سلطه الاحزاب اذا كانت العشائر عندها كانت تفتح بين العشيره وعشيره يعني صارت تواجهات وصدامات فالقوات الامنيه ما ممكن ان تتدخل بين هذه الاحزاب لان هم ناس احزاب وعندهم مدعومين من قيادات وزعماء اللي موجودين هناك بالمناطق عندنا بالعشائر سواء بالبصره وبالناصريه اطلعت هذه قوات امنيه ومراكز شرطه موجوده فهذه مكتوبه الايدي تعرف بين هاي العشيره وهاي العشيره احزاب ممتنيه في داخلهم وما يقدرون يصيرون سلطه يصيرون يعتقلون اي شخص من هذه الاحزاب مواجهه هذه الاحزاب يعني حفاظا عن هذا الطاقم اللي قاعدين ما لهم لازمه تجيهم طاقه او تجيهم عبوه او اي شيء كان في هذه القصص النزاعات العشائريه اللي قاعد تصير لكن للاسف قانون مغير في سبب هاي سلطه الاحزاب وسلطه الحكومه التشريعيه اللي قاعد تشوف هاي الامور ليس له دور اما الاعلام من يدخل الاعلام الى هذه المناطق وهاي المساحات العشائريه لا راس تنزل قيادات الميليشيات قتلهم او اعتقالاتهم قبل ما يجي تكشف لهم الحقائق دائما منهم يقاتلون الو الو فما يحبون الكشف عن هذه المعارك اللي قاعد تصير بيناتهم فدائما السلطات اللي الاعلام هي يعني الجهه اللي توضح للشعب وللشعب العراقي ولشعوب العالم لانه اكو هناك اعلام عراقي ناجح او اي دوله فيها اعلام عراقي من يكون ناجح الى مكانه ورئيس الوزراء ايضا نفس الحال يكون الى مكانه امام شعبه وامام ناسه فيفتخر ان يكون سلطه اعلاميه يعني من يكون سلطه اعلاميه المفضل راح تكون السلطه الاعلاميه راح تكشفهم عن الفساد او السلطات او اي شيء كان ما شافه لكن سلطه الوزراء عندنا ضعيفه جدا امام هذه الاحزاب يعني شبه قتل الاعلاميين قتل الناشطين لان تكشف عن حقائقهم وعن اجرامهم وعن فسادهم كل في العراق فهذه الامور يعني وصلتنا لابعد فساد لابعد فشل حكومه عندنا عراقية حكمت من 2003 ولحد الان واذا تواصلت هاي الحكومه بحكومها الفاسد حكوماتها الباطله ما ممكن العراقي يعيش على سياده ويعيش على رئيس وزراء الى احترامه والى السلطه امام هذه الاحزاب فهو فاشل مع احترامات يعني تبذلها فاشل يعني بعمله فاشل عدم نجاحه يعني كل الوزارات عنده قوات امنيه ما يقدرون شيء يسوون امام هذه سلطه الاحزاب وما ممكن انه يخلق دوله عندنا قانون امام هذه الاحزاب وجود السلاح المنفرد نحو امام رئيس الوزراء والقوات الامنيه ما يقدرون يسوون شيء استاذ شكرا شكرا لك اخوي ابو عمر من بغداد من بابل عبد الرزاق حياك الله يا اخوي عبد الرزاق السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام غاتي سابقا احنا للعمليات اللي يقوتها الجيش نعم يعني بالتصرفات الخاطئه ما نستغرب يعني حتى تكون عندك صوره واضحه عن اخوي عبد الرزاق حتى تكون عندك صوره واضحه عن موضوع الحلقه اكو موضوعين احنا بدنا نتناقش بها الموضوع الاول هو عسكره المجتمع العراقي يعني اكو بيان لعشائر المثنى يقولون احنا راح نشكل لواء عسكري خاص بالمحافظه هذا اللواء مهمته الحفاظ على امن المحافظه الحفاظ على ارواح الناشطين مكافحه المخدرات حل النزاعات العشائريه
الحفاظ على السلم المجتمعي ومنع عسكرة المجتمع والحفاظ على مدنية الدولة. هاي واحد. النقطة الثانية، البارحة نشر بيان من خلية الإعلام الأمني تقول إنه إحنا يعني بعملية عسكرية ضربنا ضربة جوية على اثنين تابعين إلى تنظيم الدولة داعش في مدينة الحضر في محافظة نينوى. تبين بعد ذلك ونشرت هواية معلومات عن هذا الأمر أنه اثنين من رعاة الإبل بالمحافظة كانوا متواجدين بالمنطقة وانقصفوا بالطيارة. فهاي النقطتين اللي احنا نتناولها اليوم بحلقتنا. نعم نعم بالنسبة للضرب الرعاة مثل ما أشتنا كان على التوضيح، العمليات العسكرية أو القاعدة الجوية يبقى أمر بغرب المساهم يتواجد بحركة مكوة تفرض يكون على علم ودراية حتى لا تسبب الأضرار المدنيين. يعني أحد أرواح الرعاة اللي راحوا يعني بحجة العربان هذا يعني ما مقبولة من قادة قوة جوية من الجيش. المفروض أكو دقة لأنه حياة الإنسان هي أهم شيء. يعني إحنا صح يعني مع القوات الأمنية بضرب كل معتدي بضرب كل من يتجاوز على حدود البلد، لكنه المفروض أكو دقة بالعمليات حتى لا تسبب خسائر على أرواح العراقيين. طبعا بالنسبة لعسكرة المجتمع هذا يعني خلق دولات داخل دولة. يعني شنو يعني شنو الغاية؟ يعني أنت من محافظات تسوي جيش أو العشيرة تسوي درع عشيرة؟ هذه دليل على انه لا. انا عندي تساؤل اخ عبد الرزاق، يعني باكر عقبه اذا اجتي اي سلطه قضائيه او اجتي اي جهه امنيه دا تعتقل اي مواطن في تلك المحافظه والمحافظه مشكله لواء عسكري للحفاظ على امن المحافظه، دولة اذا تواجهوا بيناتهم يعني الكفه ترجح لمن؟ نوقف ويا منو؟ وان مو بكفي اكل. يعني هذا ضرب القانون، يعني هذا ضرب للقانون. يعني ما معناته تصير يعني دولات مو 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 دولة ونظام وقانون يسوتها. هذه دولات كل محافظة راح تسوي لها درع محافظة وذيك تسوي درع عشيرة. هذا تصير حياة الغاب. يعني هذا هو الغلط التاريخي. احنا بالاخص العراق التاريخ مالته اللي تأسس عليه من ايام الملكية هو انبنى على غلط. فاحنا جاي نكره ثمنه لحد هذا اليوم. نعم. هو العاملين الاساسيين اللي دمروا، خلينا نحكيها لك بوضوح بعد ماكو اسرار وواحد يعني ضد الدولة العراقية ذكرت هي البناء مالته غلط. نعم. لانه البريطاني من اجوا زرعوا عامليا هم سبب دمار هذا بلد الحضاره والعامليا شنو اخويا بلد المدنيه. نعم نعم شنو العامليا انت تقول البريطانيين زرعوا عامليا؟ ايه العامليا هو عامل العشيره وعامل الحوزه اللي هي الدين. دول يعني انت مثل ما تعرف تاريخيا يعني محسن الحكيم يعني اعطى فتوى بعدم خروج الفلاح من النقطة. إذا أكو شارك ثنائي يتعامل هو الثنائي هذا على تدمير المجتمع العراقي اللي هو جعل من المواطن العراقي إنسان خاضع خنوع للمرجعية وللعشيرة. شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق، بس والله عندي اتصالات ما أريد أطول عليها. ناصر من بغداد حياك الله. مرحبا أستاذ أفل. مرحبا أخوي العزيز. أستاذ أفل بخصوص الموضوع، نعم يعني هذا الشخص اللي لقى تقريبا بيان داخل المضيق، يعني نعم. هو الرجل محق، الرجل محق شلون فقط من بالقوات الأمنية، فنتيجة فقدان الثقة فدا يقترح لكنه ما يعرف ايش يسوي بنفسه. يعني انا قريت نفسيته من خلال التلفزيون، رجل يعني ما عنده إلمام بالقضايا العسكرية ولا عنده إلمام بالقضايا الاجتماعية. طيب أنت تقول يعني أخ ناصر، أنت تقول هذا الرجل فقد ثقته بالقوات الأمنية وعليه هو محق، لكن ما يعرف هو وين يعني وين يحط نفسه بيا أماكن أو شنو النتائج اللي راح تكون مترتبة وراء هذا الأمر. السؤال إذا هو محق الحال اللي المفروض يصير أو الصح شنو هو إذا كان هو غلط، وإذا كان هو محق شنو النتائج اللي راح تترتب على هذا الأمر؟
صحيح انه القوات الامنيه هي تؤدي واجبها، هو مو ودي، لكن يعني العالم اللي انا عايش على وجه الارض. نعم. يقول للحكومه ترى انا راح اسوي اللواء، طيب انت من تسوي اللواء؟ هذا يراد لاداره، يراد لاميره، منين جبن؟ من المضيف جبن؟ لكن اقتراحه هو يعني شخص مو ناضج، يعني ما اقدر اطعن به، لكن مو ناضج، هذا يرد الامام. نعم. لكن هو يقترح هيك حتى يريد قدام الشيعه كل العشيره مالته او هذه يتظاهر انه انسان عنده. نعم. كل امام ما عنده، وهذه اللي يسويها انا بنظري هاي قضيه طائفيه. نعم. مو عيب هي هاي، عيب انت قاعد مضيف والمضيف يصير متربي قبل التربيه، متربي بالمضيف قبل لا تربي عائل. نعم. هذا كان مكرم السامع مو ناضج. نعم. انا اتمنى انه يعيد النظر بنفسه، لكن هي رساله علما للقوات الامنيه. يقولوا للقوات الامنيه ترى انا عندي حاله من الضجر، اشكل لواء، منين نجيب له اسلحه؟ لازم عندك اسلحه. زين منين نجيب له ملاك اداري؟ احنا نسميها ما هي المشكله اخ ناصر؟ أخ ناصر خلينا نكون واقعين، اليوم العشائر العراقية خصوصا في مناطق الجنوب عندها سلاح، وعندها سلاح مو خفيف، بل يصل في بعض الأحيان إلى سلاح متوسط وثقيل في بعض الأحيان، لأنه النزاع العشائري في المحافظات الجنوبية دا يطلع كمية الأسلحة اللي متواجدة عند هاي العشائر. نعم أستاذ، بس عندي اللقطة، الشعب العراقي ما يدري. نعم. هذا السلاح دا يملكوه، هذا السلاح دا يملكوه، تدري منين جانه؟ يوم اللي المرجعية أنطت فتوى جهادية ظل السلاح يجينا من إيران بشكل علني، بشكل علني. هسه ولو إنها يذبوا على النظام السابق، لا، إيران ظلت تزود العراق بأسلحة احتفظوا به دول الشيوخ والميليشيات. فأغذية الناس يقولون السلاح منين؟ دبابة وصاروخ وقاذفة منين جتي؟ جت من الدعم الإيراني بالأربعتاعش، ودخل العراق على هاي الطريقة، كان السلاح مفتوح يوصل العراق، يوصل الميليشيات بدون حساب. نعم. فالشعب العراقي ما يدري من يجان السلاح. نعم. يذبوه على من؟ يذبوه على النظام السابق. السعر ما عنده النظام السابق، كان عنده دبابه. احنا ناس عسكر ونعرف مسدس اذا تحصلها بصعوبه وموافقات، بندقيه تحصلها بموافقات، اما صاروخ هاي ما عندنا تدرسه. نعم. فالشعب العراقي علي ان ينتبه هاي هاي هاي. نعم. نعم. تفضل. شكرا شكرا لك اخ ناصر. ابو عارف من بابل، حياك الله يا ابو عارف. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لك استاذ افل وقناتكم الكريمه. حياك الله اخوي العزيز. طبعا موضوعكم اليوم هو عن ذول الناس اللي انقصفوا بالصحراء الرعاة. نعم، ورايا هم. هذه الحوادث تتكرر دائما يعني، طالما اكو وزير دفاع ما يحترم دماء العراقيين. يعني تكررت هاي الخروقات في اكثر من مره. أخ أبو عارف، يعني مشكلة أنت قلت تتكرر هاي الخروقات في أكثر من مرة، المشكلة هاي الخروقات دا تؤدي إلى ذهاب أرواح مواطنين أبرياء، ليش لحد الآن اليوم ماكو مثلا في وزارة الدفاع العراقية من يحاسب على هاي الأخطاء؟ ما موجود واحد في قيادة القوات الجوية العسكرية يحاسب؟ ماكو واحد باستخبارات القوة الجوية أو باستخبارات وزارة الدفاع العراقية يجي يقولهم يابا الخطأ بفلان مكان حتى نتلافاه بالمستقبل وما تتكرر هاي الأخطاء؟ كان هناك محاسبة ما تكررت هذه الأخطاء أكثر من مرة، هم في مأمن يعني. دائما تتكرر هذه الحوادث، ودائما يطلعون كبداية تطلع تعلن انتصاراتها خلية الإعلام الحربي على أنه قمنا بتدمير أوكار إرهابيين وقمنا بقتلهم وأعداد، وبعدين لما تتكشف الحقائق يطلع الناس أبرياء والقتل مالهم، مثل ما جرب ناحية جبلة لما طلعوا ويتبخترون بالإنجاز اللي سووه أنه إرهابي وفجر نفسه على عائلته، وللتالي طلعت هي مسألة كيدية مشاكل عائلية، مشكلة عائلية. نعم. أي انعكست على الناس، ولهذا ما طول أكو إجراء خروقات تصير وماكو وزير دفاع يحترم نفسه ويطلع يستقيل بيومها او يحاسب قائد امني على هذا الخرق، ما راح تنتهي هذه وراح تتكرر دائما، لان ماكو احد ماخذ دوره. طبعا ابو عارف، ابو عارف اذا ذكرت قضيه مجزره جبله، ولحد هاي اللحظه ماكو اي بيان رسمي لا من مجلس الوزراء ولا من القائد العام للقوات المسلحه ولا من وزاره الدفاع ولا من وزاره الداخليه تتكلم عن المتسبب في مجزره جبله، وما حد يعرف
تحاسب لو لا. مو نعم. فقط هذه الأشياء، يعني القوات الأمنية في أي خرق يصير في أي منطقة تحمل المواطنين سبب هذا الخرق، وهي هو دورها. يعني أنت تأخذ راتب تحمي الناس، بس من أنت تقصر بهذا الشيء وما تقدر تحمي الناس، ليش تحملهم مسؤولية الخروقات اللي تصير؟ لحد الآن كذلك أهل قرية نهر الإمام اللي بدياله أيضا مهجرين في سبب خروقات أمنية لعدم قدرة القوات الأمنية على حفظ الأمن، الناس تدفع ثمن هذا الشيء. نعم. فهذا الأمر يعني بيتكرر وكارثة. ليش تعالي أو لتنفيذ مشروع خارجي لتغيير ديموغرافي بالمحافظات؟ تعالي بالاستخبارات. نعم. شنو شغلكم أنتم إذا هذه الخروقات دا تصير؟ وليش تتهجر الناس؟ ليش ما ترجع لبيوتها؟ هم الناس هم السبب يعني في هذه الخروقات. انتم قوات أمنية وانتم مفروض عندكم استخبارات وعندكم أجهزة وعندكم إجراءات وطيران وهواي تفاصيل. نعم. ليش ما تعالجون هذه الخروقات؟ ليش ما يحاسب المقصر بهذا الخرق؟ لو أكو حساب ما تتكرر هذه المسائل. أما موضوع عسكرة المجتمع فراح نشوفه هواية. إحنا يعني لما قوات أمنية ما ماخذ دورها بصورة حقيقية وسلاح سايب، طبعاً كل من راح يجمع له 10-15 واحد ويسويهم اسمه ويطلع يحكي يقول له كانت بحافظ على الأمن. ليش؟ والشرطة شبيهم زين، والطوارئ وقوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات والاتحادية دور شنو شغلهم؟ نعم. تعددت الأجهزة الأمنية وضاعت، ضاعت المسؤولية منه. نعم. ظلت علينا بس العشائر تجي تسوي أفواج زين. العشائر هي أصلا العشائر عندها سلاح سايب وسلاح يعني منفلت، وده تصير مجازر يوميا بهاي المناطق. شلون أنا هسه أجي أسلح عشيرة زين؟ هاي العشيرة راح تشوف عشيرة ثانية أيضا راح تسلح، ونفس الشيء تعلن أفواج. وإذا بينا بنص مجتمع عبارة عن عصابات ومافيات وعشائر ومسميات كثيرة، وراح يضيع الأمن بالبلد هو ضايع أصلا. نعم. نعم. فهاي يعني شو نقول؟ نقول احنا من نفصلوا عن مسؤولياتهم، ومن صار ارخص شيء عندهم هو الدم العراقي، هذه النتيجه وهذا اللي دا يصير. وشكرا لكم لقناتكم الكريمه. شكرا، شكرا جزيلا لك اخوي ابو عارف. ابو ياسين من دياله، حياك الله يا ابو ياسين. حياك الله خايف الغالي، حياك الله المحترمين، تحيه ودوم اخوي العزيز. لا بارك الله بك اخي افل، بخصوص البيان العشائري. نعم. شوف ثوره تموت مالت انقضت على الاقطاع. نعم. بين قوسين تجميل وتحديد مسؤوليه الشيوخ. هسه يعودون الامبراطوريه الاقطاعيه على هاي الحكومه. شوف بالمناسبه هذا البيان العشائري انا اسالهم سؤال، هاي الميليشيات مو من ضمن هاي العشائر؟ هاي الدقة العشائرية اللي قبل التمية بالبصرة مو من هاي العشائر؟ أنا ما هيك ليش؟ لأنه ورد الاستخبارات، وين الجد الاستخباراتي؟ هذا مال 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 يشكلون لواء يزيدون الطين بلة. أسألهم سؤال آخر، هذا الحشد الطائفي المقيت أدي أسألهم سؤال تحديدا للمثنى، إيش كسبت من الحكومة؟ عمالكم اللي جربتوا بالقاسين العالم الفقرة وفجرت بيوت العالم الفقرة وسرقتوا أموال العالم الفقرة وقتلتوا الناس الأبرياء واعتقلت، حصلتوا من هاي الحكومة مالكم غير سواد وجوهكم؟ دافعتكم شيء؟ ولكن انتوا دافعتوا على شيء فاسدين، إذا كانوا رجال دولة وكانوا مرجعية ناس فاسد. نعم نعم. هاي المدة نعم تعاية طائفية، هو ماكو بعد ماكو تعاية سلم على هذا الكلام. نعم. ولا اكو شيء اسمه عراق، اكو شيء اسمه عشائري، شيء شيعي شيء سني. نعم. هذا ما مقبول، هذا مرفوض من مجتمع العراق الحقيقي. نعم. شكرا يعني شكرا شكرا لك ابو ياسين، واعتذر اذا بعض الكلمات ما فهمت من اتصال ابو ياسين لي، مشاكل في قضية الاتصالات العراقية تكلمنا عنها كثيرا. بالنسبة الى عسكرة المجتمع العراقي، أكو نقاط نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، في تقارير تتكلم عن عسكرة المجتمعات. الأسباب يعني عزوا التقارير الأسباب إلى 10 أسباب. السبب الأول يقول التاريخ الطويل في استخدام الآلة العسكرية في الاستحواذ على الحكم والمتمثلة بالانقلابات والمؤامرات والاغتيالات التي حدثت في بلدان العالم الثالث والعراق واحد منها. ثانياً السياسات اللامنضبطة والغير محسوبة من قبل الأنظمة المتعاقبة
في التاريخ الحديث والمعاصر التي جعلت هدف أول محاربة العدو الخفي المتمثل بالمؤامرات التي رافق اسمها الحكومات الحديثة. ثلاثة، الخطاب المتشدد والمعزز بالقوة المفرطة المستخدم في إدارة أمور الدولة الأمنية منها والخدمية على طول الفترات السابقة خصوصا خلال العقدين الماضيين. أربعة، خوض الحروب المتتالية وجعل المجتمع عجلة تدور في فلك الحروب. خمسة، تقديم الجوانب العسكرية والأمنية على امتداد السنوات السابقة بالمرتبة الأولى مقابل الجوانب الثقافية والقانونية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، ما حدا بأغلب المجتمعات الاتجاه نحو إيجاد فرص عمل في السلك الأمني والعسكري. ستة، عدم الجدية في معاقبة ومحاسبة القيادات الأمنية المخالفة. سبعة، منح الرتب الفخرية الدمج لمرات متتالية لشخصيات لا تجيد أبجدية العمل العسكري وليست لها مقومات العمل العسكري ولا تمتلك أي صفة أو أي معنى ولا تعرف ما هو معنى العقيدة العسكرية الصحيحة. ثمانية، تدني ثقافة المنظومة العسكرية عموما بحيث يفتقر أغلب منتسبيها إلى الثقافة العامة وإلى أمور العقيدة العسكرية. وآخر نقطتين، تسعة، نشر المواقع العسكرية وثكنات الجيش في مراكز المدن أو بالقرب منها. وعشرة، تغييب ومنع كامل منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعرفية والثقافية في أخذ مكانها الموازي والموازن لمنظومة العسكر الجيش. إذا تقارنون ذن العشر نقاط فالنتائج ستة بحسب التقرير: تراجع كبير واضح لهيبة الدولة، محاولة القيادات الأمنية والعسكرية التنافس في الظهور بمظهر الأقرب للحكم والحصول على الحكم من يد القوات الأمنية، عفوا من المدنية الحكومية، انتشار الأسلحة المختلفة الأنواع بشكل واسع بين فئات الشعب وبطريقة غير مسيطرة عليها، سيادة ثقافة العنف على سلوك أفراد المجتمع، خمسة، ابتعاد المجتمع عن الطابع المدني واندفاعه نحو الطابع التقليدي المتعصب، وستة، انتشار واسع وكبير لعصابات الجريمة والإرهاب خصوصا بين الفئات الأصغر عمريا، لأنه راح تجد بهذا الباب مورد مادي كبير جدا. هذا التقرير نطانا الأسباب ونطانا النتائج. إذا تقروهن اليوم باللي دا يصير بالعراق، العشر أسباب موجودة بالعراق والست نتائج موجودة بالعراق، ولحد هاي اللحظة من المفترض أن يكون بالعراق مجلس وزراء، من المفترض أن يكون بالعراق في مجلس الوزراء وزراء عندهم وزارات يحكموها، من المفترض أكو وزارة اسمها وزارة التخطيط، وأكو وزارة اسمها وزارة الداخلية، وأكو وزارة اسمها وزارة الدفاع. وزارة التخطيط لازم تخطط شلون تحافظ على المدن وتوسع المدن بالمستقبل، وزارة الدفاع لازم تفكر بخطط أمنية حتى تحافظ على الأمن الخارجي، ووزارة الداخلية لازم تخلي خطط عسكرية أو خطط أمنية عفواً بالمشاركة مع وزارة الدفاع أو يعني بالنفي منها لحماية داخل المدن. فعندك جيش يحمي أسوار البلد، وعندك شرطة تحمي حياة المواطنين، وعندك وزارة تخطط لك حياتك. هل هذا الشيء مفعل بالعراق أم لا؟ أبو أيسر من تركيا، حياك الله. أبو أيسر، نعم، الله يسعدك، حياك الله. أستاذ، كل الجهات الأمنية يعني اللي شكلت بهاي الحكومات يعني متراكمة اللي صارت من 2003، ماكو عندهم يعني شغلات مهنية مضبوطة أو دراسات أمنية مضبوطة أو مؤتمرات يعرفون شلون يقدمون العمل الأمني الصحيح. أبو أيسر، بس حتى تكون الصورة واضحة عندك، أنا لا أتكلم عن العقيدة العسكرية في برنامجي، مدى أحكي أنه الجيش أو الشرطة أو القوات الرد السريع مثلا عندهم عقيدة عسكرية، يعرفون أصول العقيدة العسكرية، يعرفون أصول العمل العسكري أم لا؟ مو هذا موضوعي. إحنا ليش وصلنا لهذه النقطة؟ لأنه طلع بيان البارحة في محافظة جنوبية، يقولون بالبيان بمضيف أنه إحنا نريد نشكل لواء عشائري في المحافظة مهمته حفاظ الأمن ومكافحة المخدرات وحماية الناشطين وحماية السلم المجتمعي ومنعاً لعسكرة المجتمع وحفاظاً على مدنية الدولة. وراها أكو فيديو ثاني نشر إلى اثنين قتلوا في الحضر،
طلع الخلية الإعلام الأمني تقول ذولا اثنين تابعين إلى تنظيم الدولة داعش الإرهابي، بعدين طلعوا ذولا رعاة إبل بالمحافظة. نعم أستاذ، يعني اللي أعرفه أنه لازم أكو فد يعني جهات استخبارية مضبوطة تعرف أنه هذا لرعاة أو تعرف هذول ناس دواعش أو مهربين. يعني ليش أقول ماكو مهنية بالموضوع؟ يعني لازم أكو معلومات أولية يلا يقصفون هؤلاء. إذا ماكو معلومات على أساس أنا أضرب ناس أبرياء؟ نعم. يعني إذا كل شيء كل من بكيفه بده يعمل، وهاي أرواح الناس تروح هيك هباء منثورة. نعم. 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 شكرا شكرا لك أبو أيسر. يعني في تقرير ثاني عنوان التقرير يقول عسكرة المجتمع خطر دهم. يعني بداية هذا التقرير، المقدمة لهذا التقرير تقول ظاهرة عسكرة المجتمع بالعراق اليوم هي أحد معوقات بناء النظام السياسي الجديد، فلا يمكن تصور مجتمع مستقر فيما تجري عسكرته، كما لا تنسجم المزاعم حول التحول الديمقراطي مع وجود تشكيلات ذات نزعة عسكرية تحت تسميات مختلفة وإن كانت من دون سلاح. فعدم التسلح في هذه الحالة لا يعني أن تلك التشكيلات مدنية، لأن السلاح ليس بعيدا عن متناول الأيدي وهو متوفر في العراق أكثر من الخبز. هذا مقدمة التقرير يقول ظاهرة التسلح باتساع الرغبة الجامعة لامتلاك السلاح هي مهدمة إلى الديمقراطية ومهدمة إلى هيبة الدولة. المشكلة اليوم احنا أبو أيسر وقبل أبو ياسين لما يتكلمون عن مفاصل العمل الأمني وجابوا اسم جهاز اللي هو جهاز الاستخبارات العسكري. فعلياً جهاز الاستخبارات أو جهاز المخابرات بالعراق اليوم إذا أريد نقرأ الأرقام اللي موجودة داخل السجون أو نقرأ أرقام المغيبين أو نقرأ أرقام الناشطين اللي انقتلوا ولحد الآن ما حد يعرف من هم قتلت الناشطين وواحد يعرف من هم قتلت الناس اللي انقتلوا مثلاً من الأبرياء في أي مكان من الأماكن، هو فشل ذريع إلى جهاز المخابرات وجهاز الاستخبارات العسكري. لما نشوف عدد المعتقلين الموجودين داخل السجون ونعرف أنه 90% من المسجونين داخل السجون هم أبرياء، فشل ذريع إلى جهاز المخابرات والاستخبارات أو جهازي المخابرات والاستخبارات، لأن واحد عسكري واحد مدني. لما نشوف عدد الناس اللي دا ينقتلون باستخدام طلعات عسكرية أو باستخدام معدات عسكرية أو باستخدام سيارات وعربات وعجلات عسكرية من قبل قوات الجيش واستخدام لآلة الجيش واستخدام لأموال الدولة بالصورة اللي صارت هنا وبمجزرة جبلة وبغيرها مجازر كثير، أكو خلل في منظومة الاستخبارات وأكو خلل بالمنظومة الأمنية وأكو خلل في وزارة الدفاع وأكو خلل في كل القيادة العسكرية، لأنه واحد ما يطيع الأوامر وينفذ أمر براسه بكيفه ما صايرة بس بالعراق في عام 2022. مجزرة جبلة في كل بلدان العالم أكو وزراء يستقيلون عليها. أكو صورة ما نعرف صحتها من كذبة، لكن من يطلع خبر ويقولون مثلا وزير في بلد فلاني استقال لأنه انقطع التيار الكهربائي في تلك المدينة لمدة نصف ساعة وظل منحني لذاك الشعب لمدة نصف ساعة عقوبة نفسه لأنه انقطع التيار الكهربائي عن هاي المدينة لمدة نصف ساعة، خليجي هذا الوزير يشوف الكهرباء بالعراق. لما يطلع وزير يقول أنا استقالت لأنه قصرت في عملي أو قصرت في واجبي أو قدم استقالتي لأنه ما قدر يقدم شيء لبلده في أي مكان بالعالم مو بالعراق، خليجي ذاك الوزير يشوف المكان اللي هو كان يمثله شلون صار هسه بالعراق. في كل بلدان العالم عندهم خطط حماية الناس، خطط استغلال موارد الدولة، خطط استغلال أرض الدولة بشكل صحيح، المياه حفاظ عليها، النفط والطاقة لازم يكون أكو نظام بديل لأنه النفط دا ينضب، كلها أكو خطط حتى يستفادوا من عدها. العالم بدأت تبني مدن تحت المدن الرئيسية للمواصلات من أنفاق مترو إلى قطارات سريعة إلى كثير من الأمور، إلا بالعراق اليوم عندنا محطات وسجاج قطار بس القطارات وين؟ نرجع إلى موضوعنا الرئيسي اللي هو قتل أبرياء بحجة أنهم تابعين إلى تنظيم إرهابي. لما طلع البيان وقال ذولا تابعين إلى تنظيم إرهابي
على معلومة استخباراتية تبانوا أنه ذولا تابعين لتنظيم إرهابي. بالنسبة إلى رسائل الواتساب اللي وصلتني، عندي رسالتين. السلام عليكم، يقول أتمنى تقرون هذا الخبر ولو شوية طويلة. يقول إلى جميع المواطنين الكرام في بغداد والمحافظات العراقية أجمع، صدر عن وزارة الداخلية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، نحيط أهلنا الكرام بضرورة أنه يأخذون الحيطة والحذر في قفل الأبواب، لأنه أكو ناس دي يقولون أنه إحنا تابعين شركة المي والكهرباء ووزارة الصحة ويطبون ويقتلون ويسرقون. رسالة ثانية تقول السلام عليكم، عسكرة المجتمع معناه أن حكومة الميليشيات لا تريد أحد أن يحكم محافظاتها، أما يتحكمون بجميع العراق أو يرفضون أحد يحكم محافظاتهم ولا يرحبون به، يريدون العراق ينقسم على أساس المحافظات ومن السهل توحدها إيران بكيفها. مشاهدينا الكرام، كل التقارير تقول عسكرة المجتمع خطر دائم، وكل التقارير تقول عسكرة المجتمع بيع انعدام لهيبة الدولة وانعدام لسيادة الدولة. فما أعرف أنتم العراقيين تردون الدولة بها هيبة لو ما بها هيبة؟ أتمنى تجاوبوني على هذا السؤال بحلقتنا الجاية. باشر بإذن الله، في أمان الله.